House var. İçeriği farklı ikisi. He? يسعد اوقاتكم حبايبي واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. زي ما وعدتكم الفيديو اللي فات ان الفيديو الجاي راح يكون عن اكل الشوارع لكن بطريقه مختلفه، لهيك اليوم راح نزور اكثر من مكان لنتعرف على ألذ برجر في اسطنبول. لو اول مره بتشوف القناه تبعنا اضغط اشتراك وفعل الجرس لحتى يوصلك كل جديد، وخليكم معنا لنزور اول مطعم من ألذ برجر في اسطنبول. طبعا اول مطعم راح نصور عنده اللي هو فيرجينيا انجوس، واحد من افضل المطاعم والاعلى تصنيفا من بين مطاعم البرجر في اسطنبول، واللي موجود في منطقه إمينونو تحديدا في شارع أزون تشارشسي بازار. بإمكانك توصله من خلال الترامباي أو من خلال أي باص بيوصل لإمينونو. طبعا طلبت برجر، طلبت فيرجينيا برجر 120 جرام، هاي البرجر المعروفة تبع المطعم، راح نجربها ونشوف كيف طعمها ونحكي برايي. وصلت البرجر زي ما انتم شايفين، جد كمية الدهون اللي فيها مش طبيعية. بسم الله اديها ما ترحمهاش. اقسم بالله اول مرة بضوب برجر باللذاذة هاي، يمكن ما تصدقوني فعليا. يمكن انا قبل هيك ما اكلت برجر، يعني متعود على برجر كينج وكذا وماكدونالدز والحاجات هاي، لكن فعليا هذا البرجر الصح عن جد. هيك عصاره مليان بخلاف كمان عليه، انا بعرف هاي بسطرمة وكمان جبنه، يعني شيء من الاخر. هاي اسمها فيرجينيا برجر. عن جد شيء رائع والله. شنو هذا؟ سيفيكا وستر، يعني اوريكم العصاره. هاوس فيرجينيا بار، هاوس فيرجينيا بار، تشيري باربيكسي. اوكي. يا هاوس دوماتيش كيبيك، سوان، فيرجينيا. اللي ناوي يخس يجي هون. عن جد. ايش الغرابه؟ بدنا نجرب نحط شويه مسترد. تام هاوس فيرجينيا. هاي الأشياء ما بدها بطاطا معها، لا بس هي. الله عن جد أنا مطبوخ تاع يوم مليء بالدهون، صار لي أسبوعين ما باكل إلا خضار أقسم بالله. فاليوم فتحت على الآخر، لهيك بكون جولتنا انتهت في محل فيرجينيا أنجوس. راح نشوف المحل اللي بعده، خليكم معنا. ثاني مطعم راح نجرب فيه البرجر واللي هو بالتازار، موجود في منطقة كاروكوي، ويعتبر واحد من أفضل الأماكن اللي بتقدم وجبة البرجر في اسطنبول. راح نشوف عنده البرجر وتتعرفوا عليه معانا. طبعا لحتى توصل للمكان من خلال الترامباي وتنزل في محطة توب هاني وتمشي تقريبا 5 دقائق، راح أحط الموقع بالوصف. أنا حاليا نزلت في المحل وطلبت بالتازار برجر 120 جرام برضه. راح نشوف مع بعض كيف بتكون الوجبة ونحكي لكم راينا بصراحه، يعني سواء كانت هي او فيرجينيا انجوس او الاماكن اللي راح نزورها بعد هيك. فعم ننتظر الوجبه. طبعا رفضوا تماما اصور المطبخ او المنقل او اي شيء بيتم من خلاله تجهيز الوجبه، رفضوا تماما. وصلت الوجبه زي ما انتم شايفين، هاي هي. خلينا نجرب ونشوف طعم كيف. مبدئيا برضو عصارة مليانة. هذا برجر أصلي بدون أي كلام، البرجر اللي فيه عصارة هو البرجر الأصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا نفس طعم فيرجينيا بالضبط بالتمام،
ما في فرق بينهم تقريبا. هون طعم الجبنة باين أكتر من فيرجينيا. كمان هون حطينا على الساندويش بصل مقلي. فيرجينيا ما كان حاطط، يمكن غير وجبات بيحط فيرجينيا أكيد، لكن هاي الوجبة تبع المحل هذا، فيرجينيا كانت وجبة المحل. بس صراحة يعني طعم اللحم هناك باين أكثر من هون. كانوا رافضين تماما، زيهم زي فيرجينيا، انه انا اصور ما بعرف هالمحلين او المطعمين اللي بالاول زرناهم ما سمحوا لنا نصور نهائي. ما بعرف المشكله وين بالضبط، بس يعني لعله خير نشوف المحلات اللي باقي بعد. خلينا نشوف اللي بعد. معلومه كثير منكم راح يستغرب انه كيف مش حاطين نصرت في افضل برجر في اسطنبول او ألذ برجر في اسطنبول. الموضوع ما له علاقه بهيك شيء، لكن نصرت لا يحتاج لتقييم، وبنفس الوقت انه نصرت مخصص لطبقه معينه من الناس اللي سعره مرتفع جدا. يعني البرجر عنده ببلش من 65 ليره لغايه 150، فمش محتاج تقييم. الشغله الثانيه، المطعمين اللي اكلنا عندهم قبل شوي، هدول مطاعم يصنفوا على انهم اعلى ماربلينج بالبرجر باسطنبول. شغلة تانية كمان انه الفات فيهم عالي كتير، زي ما طلع معكم بالشاشة الدهون كتير كتير موجودة فيها. الطرف الآسيوي من اسطنبول وتحديدا في منطقة كاديكوي، جينا عند واحد بيعمل برجر مختلف. طول عمري بسمع ان البرجر بينعمل من لحم البقر او لحم العجل، لكن ينعمل البرجر من لحم الخروف وهذا شيء مختلف. جينا عند مطعم اسمه باستا ستريت فود بار، راح نجرب عنده برجر لحم الخروف. خليكم معنا. البرجر هيا بس نشوف الفات او الدهون الموجوده زي البرجر تبع العجل، واضح انها اكثر كمان، مش نفس لا اكثر. دسم جدا، يعني الكساب اللي فيها اكثر من العجل. احنا جربناهم قبل هيك كان فيهم فات صح؟ مو كثير، لكن هاي دسمة اكثر، يعني لو اكلت منها نص ممكن تشبع نهائي. يستحق انه ينحكى عنه من افضل برجر، لان الماربلينج الموجوده بالبرجر برضه عاليه مثل الموجوده في اللحم البقري في لحم العجل اللي جربناه قبل هيك، فممكن نحكي انه يستحق التجربه. طبعا البرجر الموجود فقط هو برجر خروف، زي ما حكيت مش موجود برجر بقري او برجر عجل، بس الخروف الموجود. كل البرجر اللي جربناه اليوم نسبة الدهون او الفات فيه عالية كثير، يعني اذا بدك تجرب في اليوم نوع واحد مش زي تجرب ثلاث اربع انواع، فهي صعبة كثير. والبرجر الخروف عجبني لانه الطعم مميز جدا، مختلف تماما عن برجر العجل اللي اكلناه في المحلين اللي قبل هيك. اخي الهدوء الموجود في كاديكوي مش موجود في اي منطقة ثانية في اسطنبول، يعني المكان اللي احنا فيه حاليا يعتبر في كاديكوي والبحر قدامي باين، وبمشي في صوت، يعني حتى هذا خط ترام كمان، بس ما في دوشة ولا زحمة وهدوء، ناس عايشين. طبعا وصلت المكان الأخير اللي راح أصور فيه اليوم، واللي هو بويكاش سوكاك، واحد من أفضل المطاعم برضو في منطقة كاديكوي من اللي بيقدم البرجر. راح نفوت لعنده ونشوف شو بيقدم الأخ. Thank you.
جد كله زبون. نجرب نقول بسم الله. هذا اكثر ساندويتش فيه كميه دهون، يعني كل اللي جربناهم كوم وهذا كوم ثاني، عن جد هاي كميه الدهون فيه غريبه، يعني كثير كثير دسم، مليان مليان دهون على الاكل. بس ايش بده خريطه عشان تتعامل معه. ويكوش سكر، عن جد مستحق التجربة، بس اللي يكون عندك علم يعني وعندك خلفية انه هذا المطعم البرجر تبعه دسم كتير كتير، يعني بدك تكون جعان على الاخر وماشي كتير لحتى تقدر تكمل هيك وقت. هاي كمان عنده بالمحل بيعمل جلدوز واكثر من طعم، اشياء انت اشوفوك جميع الاطعمة اللي ممكن تتخيلها موجودة عنده على هيئة مياه غازية. طبعا قبل لانهي بحب اذكر انه انا زرت مطعمين في الطرف الاوروبي من اسطنبول ومطعمين في الطرف الاسيوي، وبصراحه بشكل عام كل المطاعم تستحق المغامره وانك تعبر مضيق البسفور او انهار او بحار لحتى تزورها. كمان انه نوعيه اللحم المستخدمه في البرجر عن جد جوده عاليه، يعني مو اي برجر ممكن تذوقه بحياتك، لا مختلف، وراح تلاحظ الفرق لما بتزور هاي المطاعم. طبعا بهيك بكون وصلت لنهايه الفيديو، بس بدي احكي شويه شغلات قبل لا اقفل. زي ما شفتوا هدول اربعه من 23 مطعم مصنفين على انهم الافضل في اسطنبول، راح اكتب لكم اسمائهم بالوصف. مين اكثر واحد عجبني بصراحه؟ خلينا نقول اللي هم اول اثنين، اللي هو فيرجينيا انجوس، كمان بلتازار. هدول الاثنين من افضل، يعني ألذ اثنين انا دوقتهم صراحه يعني بالاربعه، وكان بامكاني اجرب خمسه بس اكتفيت لانه انا جبت اخري بالاكل. واذا عجبتكم الفكره لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتقترحوا علينا شغلات ممكن نعمل عليها افضل مطاعم في اسطنبول، سواء كان بيتزا، شاورما، شغلات من هاي. ولا تنسوا الاشتراك بالقناه وتعملوا لايك، ونشوفكم الاسبوع الجاي فيديو جديد.